بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وخير التسليم على نبينا وعلى حبيب قلوبنا، على ساقينا عند الكوثر بحول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سنتحدث في هذه الحلقة نحن وإياكم عن دور الشباب في عائلاتهم، وعن المكانة التي يحظون بها، وكيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يحظون بعائلات سعيدة وبعائلات ناجحة. من كان يحظى بعائلة متفاهمة فهو في خير عظيم، ومن كان أحيانا يحظى ببعض أفراد هذه العائلة، الأم، الأب، الإخوة، العم، أحد أفراد العائلة لا يعيش بتفاهم كبير معه، أو يقمع في آرائه، أو في تحديد مستقبله بدراسة، بزواج، بغيرها، كيف له أن يتعامل تعاملا دون أن يتنازل عن حقوقه، ودون أن يصل على الجانب الآخر من هذا الشاطئ إلى مرحلة العقوق أو مرحلة الإساءة ومرحلة القطيعة. أسئلة كبيرة يدور النقاش بها لهذه الحلقة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حتى يكون فينا الخير في التعامل مع أهلنا، نرحب بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا الحبيب. بارك الله بكم ونفع بكم، وأهلا ومرحبا بكم في حديثنا شيخ في ملفات الشباب، وحديثنا اليوم عن العلاقة التي يفترض أن تجمع الشاب بعائلته وبأهله. هل لنا نبدأ بمقدمة عن أهمية الأهل والعلاقة الجميلة معهم في حياة الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. كمقدمة بسيطة واضحة، الواو حرف عطف، ومن لوازم العطف التقارب والتماثل بين المتعاطفين. فأنت لا تقول في مجلس عام: اشتريت بيتاً وملعقة. صحيح، ما في تناسب. بيتاً ومزرعة، بيتاً وسيارة. فالواو حرف عطف لكن تقتضي التماثل بين المتعاطفين بحد معين من التماثل. فإذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رفع مستوى الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادة الله، لأن الله هو الخالق والوالدان سبب وجود الإنسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك قضية بر الوالدين شيء مهم جدا، لكن هناك قضايا كبيرة أو صغيرة تقع في العلاقة بين الأب والأم وبين الأولاد. فورد في بعض الآثار النبوية أن الأم إذا ماتت يقول الله عز وجل: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرام الله للعبد من أجل أمه، لأن أعظم قلب في حياتنا قلب الأم. يعني تروي بعض القصص، ما بيهمني مدى وقوعها، بيهمني مغزاها، أن نبيا كريما يمشي رأى امرأة تخبز على التنور، وابنها الصغير تضعه على جانب التنور، فكلما وضعت رغيفاً في التنور أمسكت ابنها وضمته وشمته وقبلته. هذا النبي الكريم سأل: يا رب ما هذه الرحمة؟ فكأنه وقع في كيانه أن: يا عبدي هذه رحمتي، وضعتها في قلب أمي وسأنزعها. فلما نزع الرحمة من قلب الأم بكى فألقته في التنور. وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. محبة الأب لأولاده هي محبة الله، محبة الأم لأولادها محبة الله. فإذا نزعت هذه المحبة صار الابن شيء متعب، وصار عبء على الأم والأب. لذلك في بعض الحيوانات تربي أولادها أعلى تربية، وفي وقت معين تأكلهم،
تناقض عجيب جدا. فلذلك الأم لها شأن كبير في القرآن والسنة وفي هذا المنهج الإسلامي العظيم. فبر الوالدين في الدرجة الأولى، لكن سيدنا رسول الله جاءه سيدنا سعد بن أبي وقاص، أم سيدنا سعد قالت له: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. أنت مع صحابي جليل من كبار الصحابة، الصحابي الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبيه، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، والصحابي الوحيد كان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هذا الصحابي الجليل حينما قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد أو أدع الطعام حتى أموت، قال لها: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يعني بر الوالدين متعلق بدائرة محدودة، الأم طلبت طعام، طلبت ثياب، طلبت دواء، طلبت حاجة يجب أن تلبيها. أما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن لا تطعهما بنعومة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. يعني الأم والأب لهم طلبات كثيرة، لكن في دائرة تجمع هذه الطلبات. أما أن يطلب من الابن أن يطلق امرأته، أنا قال لي أحد الإخوة الكرام: أبي يأمرني أن أطلق زوجتي أمر. قلت له: كيف هي زوجتك؟ قال لي: والله ممتازة. قال لي: والله صاحب الدين ومحجبة وخدومة جدا وما في إلي عليها ولا مأخذ، بس أب ما بيحبها أبي. قلت له: لك ألا تطلقها. قال لي: مو سيدنا عمر يا أستاذ أمر ابنه بتطليق زوجته وطلقها؟ قلت له: أبوك عمر؟ قال: لا. قلت له: خلاص. إذا كان عمر طلقها. يعني دائما طاعة الأم والأب في حدود. أما يقول لك الأب طلق زوجتك؟ طيب دكتور، الآن قليل في زماننا أنه الأم أو الأب يطلبان من ابنهما الكفر بالإسلام، يعني أعتقد أنه غير موجود أو نادر الحدوث. كثير من المشاكل التي تحدث بين الشباب وعائلاتهم هي بسياق من اثنين، إما بقضايا دنيوية، مثلا ابن يريد هذا التخصص والأب يريد أن يكون مثله، طبيب مثله، مهندس مثله، الأم تريد هي التي تختار له شريكة الحياة، أو في بعض القضايا الدينية مثلا ما بدهم البنت ترتدي نقاب، ما بدهم الشاب يذهب إلى المسجد يخافوا مثلا من بعض القضايا أو كذا. الآن في هذان الملفان كيف يتعامل ابن مع الخلاف مع الوالدين بهذه القضايا؟ لا، لو فرضنا حالة دقيقة بالفقه، لو أن أبا امتنع عن تزويج ابنته، هذا اسمه بالفقه العضل، فلا تعضلوهن. العضل امتناع الأب عن تزويج بنته. طيب ما الحكم الفقهي بهالموضوع؟ الأب لا يزوج ابنته، هذه البنت تذهب إلى القاضي تعرض عليه المشكلة، القاضي يستدعي الأب رسميا ويقول له: لماذا لا تريد أن تزوج ابنتك؟ فإن قنع القاضي بتعليل الأب لامتناعه عن تزويج ابنته ينضم القاضي إلى الأب، وإذا لم يقتنع القاضي يزوجها والقاضي وليها. طيب هل تجرؤ فتاة اليوم على فعل ذلك؟ هل يتقبلها والدها؟ لا تجرؤ، إلا أنها تكلم العم، الخال، أصدقاء الأب في طرق كثيرة جدا. إذا كانت لا تجرؤ أن تقول لأبيها لا، لكن هي تستطيع أن تقنع عمة أو خالة أو كبار أقرباء أو أصدقاء الأب. هي دكتور مش لأنها لا تجرؤ، لأنها لا تأمن ردة فعل الأب بعد ذلك، يعني لن يقبلها بعد ذلك أن يعودوا إلى البيت. هو هل يقبل أن تكون امرأة بنته عانس؟ هل يقبل؟ لذلك ورد في بعض الآثار، ورد في بعض الآثار أن المرأة يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، والعياذ بالله. سبب ضلالي كان هو يريد أن يفتخر بابنته بمفاتنها، أن ترتدي الثياب العصرية،
التي تبرز كل مفاتنها، والبنت لا تريد ذلك. يعني وإن جاهدك على أن تشرك بي، كلمة الشرك لا تعني الكفر، أن يطاع الأب في معصية هي شرك هذا. لذلك النبي الكريم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الجلي غير موجود. نحن ما عندنا إله نعبده من دون الله، مثل بوذا مثلا. في شرق آسيا في آلهة كثر، نحن بالعالم الإسلامي ما في عندنا شرك جلي، عندنا شرك خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، هذا نوع من الشرك. يعني الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني واحد تعلم علم اليقين أن ماله حرام، لكنه يكرمك إكراما شديدا فتحبه، هي محبة على جور. نعم. أو إنسان نصحك بأدب، بأدب جم، كيف تجرأ ونصحك تبغضه، هذا نوع من الشرك. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. جميل. فحينما يجبر الأب ابنته على قبول خاطب، هي قضية مصيرية. الخاطب ما له علاقة بالأب، علاقة بعيدة، أما هذا حيكون زوجة، فإن لم يكن مؤمناً لم يكن مطبقاً لمنهج الله، في متاعب معه كبيرة. لذلك قيل: زوج ابنتك للمؤمن، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. وقد ورد في بعض السير أن القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة زوجتي الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري، فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها يوم عرسه، فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية. ثم قامت وخطبت، قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أدري ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت يوم عرسه، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، صار يوم خطابات، وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا، وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فما من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك، ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت، فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً
من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. يعني إذا بني الزواج على طاعة الله، الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان والتفريق بينهما. الله، وأين يجد الإنسان من تخطب في مثل هذا المقام؟ الطيبون للطيبات. الطيبون للطيبات. سنتوقف فضيلة الدكتور محمد راتب نابلسي مع فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وحديثنا فيها عن العلاقة الجميلة بين الشباب وبين عائلاتهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، واهلا ومرحبا بفضيلة العلامة الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي شيخ الشباب، وحديثنا عن الشباب والعلاقة الهادئة التي تجمعهم مع عائلاتهم. دكتور، شوقتنا للعلاقة الهادئة الدافئة الجميلة، وهذا فعلا ما هو عليه في تاريخنا الإسلامي. الان كيف يمكن لنا ان نحظى بهذه العلاقة؟ يعني ساضرب مثال حتى حضرتك تجيبني عليه. اعتبر انا شاب واريد ان ادرس تخصص انا اختاره مثلا في العلوم، ووالدي مهندس ويلزمني إلزاما أن أكون مثله مهندسا، كيف يفترض أن أتعامل؟ لا أريد أن أنسحب فأختار تخصص غير ما أريد، ولا أريد أن أكون عاقا مجابها. أنا أقول كما قال سيدنا علي: علموا أولادهم أولادكم وهذبوهم، علموا أولادكم وهذبوهم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. هي قضية دقيقة جدا، أي يراعيها الأب. يعني الأب قد لا يقنع بالكمبيوتر، بس الأب عاش بزمن ما في كمبيوتر. صحيح. الآن الكمبيوتر رفع الدقة من 1 لمليون، نزل الجهد من 1 لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، هبط سعره من روز رايز لدراجة. يعني إنجاز الكمبيوتر، أنا بقول الذي لا يتقنه أمي الآن، أمي. فأنا حينما أعيش في وقت ما كان فيه كمبيوتر وابني طالبني بكمبيوتر، فأنا يجب أن أراعي أنه ابني موجود بزمن غير زمني. هي نقطة مهمة جدا. علموا أولادكم وهذبوهم، يعني علموهم وفق العصر الذي سيعيشون فيه، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. هذا من عقل الأب والأم. كلما اتسع عقل الأب ما تدخل في أموره الخاصة، تدخل في القضايا العامة. يعني يكون حرفته حرفة مقبولة شرعا، شريفة، ما فيها إيذاء للناس. طيب للتوضيح، أنا كأب هل إلي الحق الشرعي أن ألزم ابني باختيار تخصص معين؟ لا، ليس حقا شرعيا لي. لا، لأنه مثلا في عندنا قصة لأديب كبير توفيق الحكيم، هذا أبوه قاضي وألزمه بكل جهده أن يدرس الحقوق، بس ما طلع لا قاضي ولا محامي، لأنه اتجاهه يتناقض مع إلزام أبيه له. نعم. فأنا أرى أنه الأب الحكيم بيعطي ابنه خيارات كلها مقبولة، الابن بيختار من خيارات الأب، بس ما في لزمه بفرع معين. نعم. يعني الأب لازم يلزم ابنه بالدراسة، ما يكون غير جامعي. وإذا حصل أن هذا الأب لم يتقبل هذه الفكرة وأراد أن يلزم ابنه، أنا كابن كيف أتصرف؟ يعني بده يحتال، بمعنى يحاكي عمه، يحاكي خاله، يحاكي أصدقاء والده. نعم. يقنع أبوه، وفي طريقة ثانية ببالغ بإكرام أبوه، ببالغ بإكرامه حتى يستميل قلبه. جميل. ثم يطلب منه هذا الفرع. جميل. في أساليب كثيرة سيدي. جميل. وأنا أقول لك دائما، لما الإنسان يهدف إلى شيء يرضي الله، الله يعينه على ذلك. جميل. الله بيلين قلب الأب. يعني دائما وأبدا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا إله إلا الله. فأنت لما بتطلب من الله، أنا أقول لأخواني الكرام المشاهدين، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، والحديث بالصحاح، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟
أنا أضع نفسي مكان هذا الشاب الذي أراد فرع يراه أقرب إلى طبيعته، أقرب إلى ميوله، أقرب إلى مكانته، كفاءته، والأب يلزمه أن يكون طبيباً. في 100 طبيب، 1000 طبيب، بس هذا الاختصاء هذا قضية مصيرية للابن. فأنا كلما رأيت الأب أعقل وأوسع وعنده مرونة أكثر لا يتدخل في الشؤون الدقيقة لأولاده، نعم، يبقى في الكليات، يكون الحرفة مقبولة وشريفة وما فيها دخل حرام ولا فيها إيذاء للناس ولا فيها إفساد للمجتمع، نعم، ولا فيها إثارة للفتن، نعم، هناك حرف خطيرة جدا. فما دام الحرفة ضمن الوضع السليم يجب أن يعطي ابنه الحرية. جميل. طيب الآن شيخ، بعض الآباء والأمهات يقومون بأفعال قد يعتقد الأبناء أنها خاطئة، ما هي الطريقة الأنسب والأمثل إلي كشاب حتى أنصح والدي أو والدتي؟ يعني أولا الأسلوب اللطيف بيسلك أي رأي. أنا أقول دائما يعني واحد تزوج امرأة وأبوه أراد أن يطلقها، هو أخ عندي بالجامع، قلت له كيف؟ قال لي جيدة جدا بس أبي ما بده إياها. علمته أنه يحسن لوالده كثيرا، خلال 6 أشهر يعني هدايا أسبوعية، خدمة عالية جدا، تميز تميز تميز. بعدين طلب منه أن يوافق على زوجته، أم وافق الأب. أنه الإنسان بالإحسان بلين قلبه، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الأب بشر، فالإحسان المتميز من الابن يجعله يرضخ لرغبة الابن، ويجعله أيضا مع شرح الابن، بابا أنا هاي الإنسان قنعان فيها، قنعان بأخلاقه، قنعان ببيت حماي بأهله، أنا أشوفها مناسبة إلي، وأنت أبي وأنا ما معقول أقطع أمر دونك. في ذكاء سيدي، في ذكاء سياسي، في ذكاء في معه حكمة. أنت ممكن تنتزع من فم عدوك شيء لصالحك وهو لا يشعر أحيانا. صحيح. فأنا أرى أنه الحكمة بالمناسبة أكبر عطاء إلهي للإنسان هو الحكمة، والدليل قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خير كثير. أنت بالحكمة تجعل الصديق العدو صديق، من دون حكمة تجعل الصديق عدو. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. طيب مما فتح الله عليك من الحكمة دكتور، كيف يمكن لعائلاتنا أن تكون عائلات سعيدة؟ الآن كثير من العائلات هي شبه متفرقة مع كثرة الانشغالات، الشباب دائما برا، البنات في جامعاتهم، الأب يغيب طويلا والأم منشغلة في مطبخها. كيف يمكن لنا يعني وصفة أو روشتة للسعادة من الدكتور محمد راتب النابلسي للعائلات السعيدة؟ والله أنا أعرف أسرة أحترمها كثيرا، لابد من أن يكون أفراد الأسرة مجتمعين على وجبة طعام واحدة في البيت يوميا ظهرا أو مساء، لا يمكن. فإذا في اجتماع على الطعام وحديث أثناء الطعام، الأب سأل ابنه عن جامعة، عن دراسته، عن أساتذته، سأل ابنه الصغير ماذا قال الأستاذ اليوم يا ابني، سألته بنته سؤال، هذا اللقاء الأسري مهم جدا، هذا الحوار ضمن الأسرة. هذا في غفلة كبيرة بيقول لك أنا طلعت قبل ما يفيقوا، رجعت بعد ما ناموا، خير إن شاء الله، أنت فقدت أبوتك لهم. صحيح. فلا بد من وقت، حتى أنه أرسطو قصة قديمة كثير، الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ، الإنسان ما لم يتمتع بوقت فراغ يمضيه كما يحب ليس من بني البشر. تشتغل أنت 8 ساعات، بس في ساعتين تحضر درس بجامع، بتتابع موضوع فقهي، تابع موضوع مثلا أدبي، لابد من وقت أن تصرفه في شأنك الخاص، في اتجاهك الخاص، في متعتك الخاصة. عندئذ تكون إنسان، يلي ما عنده وقت فراغ ليس إنسانا. أي عمل إذا أخذ كل وقتك هو أكبر خسارة. إذا كان أرسلنا إنسان ليجيب دكتوراه من باريس من السوربون، لكن ما معه ما ينفق على نفسه، فاشتغل بمحل إذا الدوام 24 ساعة ما بياخد دكتوراه. هالدخل اللي كبر مع طول المدة صار
ألغى مهمته بفرنسا. صحيح. إذا اشتغل مثلا ساعة ما بيكفي، فكل شيء بيعيقك عن هدف كبير هو خسارة كبيرة. المزيد شيخنا، إذن النقطة الأولى أن تجتمع العائلة ولو مرة واحدة يوميا على وجبة الطعام. نعم. نصائح أخرى للعائلة السعيدة. ثاني النصيحة الثانية، إياك أن تعنف ابنك. علمه ولا تعنفه، إذا عنفته تعنيف شديد بيكذب عليك. البطولة ألا يكذب على أبيه. من هو صديقك فلان؟ فأول شيء اللقاء، ثاني شيء إلغاء الكذب بين الأب والأولاد والأولاد والأب والأم والبنات من خلال الملاطفة والابتعاد عن التعنيف. أنا بابا لي صديق، مين هو؟ بحب أعرفه، بس عزمه على البيت، ما عمل شيء الأب، بس عزم صديق ابنه، شاف حديثه أو التقى الأب مع والد الصديق. لأنه بالمناسبة الأم والأب وشيخ الجامع والذي يتكلم بالتلفزيون بقضية دينية، يعني كل الموجهين، الأم والأب والشيوخ والدعاة والعلماء، كل هؤلاء تأثيرهم 40%، وصديق السوء تأثيره 60%. فالبطولة الأولى أن تعرف من هو صديق ابنك، والبطولة الأولى أن تعرفي أيتها الأم من هي صديقة ابنتك. يعني أنا عندي كلمة دقيقة، هناك عيد في بيت، العيد بخروج الأب، في بيت آخر بدخول الأب. صحيح. فكل بطولة الأب أن يجعل العيد بالدخول لا بالخروج. فإذا كان بالدخول ما في تعنيف، التعنيف أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع. والأب إذا منع ابنه من شيء في أسباب، فإذا كان يعني الله عز وجل خالق الأكوان قال في آيات كثيرة عن أمر ومعه التعليل، فالتعليل غير ملزم للقوي، بيعطي أمر فقط. صحيح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لما أعطى التعليل كان المستمع محترم جدا. فأنت لما ترفض شيء ببيتك يجب أن يرافق هذا الرفض التعليل، تعليل تكريم، تعليل احترام. ولما الابن بيطلب شيء من والده يجب أن يقدم له التعليل. نحن بعصر الكمبيوتر مهم جدا مثلا، لابد من هالدورة هي. فإذا الابن علل والأب علل صار في تفاهم. صحيح. وإلا صار في قمع، في قمع إيجابي وقمع سلبي. الله يفتح عليكم يا دكتور. نعم. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير إن شاء الله. نشكركم جزيل الشكر فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لهذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله كل العائلات تكون عائلات هادئة وسعيدة. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. انتهت إلى هنا حلقتنا وحديثنا فيها عن العلاقة التي تجمع الشباب بعائلاتهم. نسأل الله أن تكون عائلات هادئة وجميلة. نصائح المهمة اللي ختم بها الشيخ، أن يكون هنالك اجتماع يومي لأفراد العائلة والعائلات المتقطعة للأب أو الأم، ليبدأ الشباب، لتبدأ البنت هي، يكون يعني وخير من الذي يبدأ بالسلام، وخير من يبدأ بهذا الأمر والسنة الحسنة، أن يكون هنالك تفاهم والابتعاد عن التعنيف، أن يكون هنالك إقناع. وإحنا كشباب نحكي لبنية لعائلاتنا، لا نقبل أن يعني نظلم ونسكت، ولا نقبل في المقابل أن نسيء وأن نرفع الصوت، نكون على وسط بهدوء بأدب بتوازن وبكلام جميل. وخيركم خيركم لأهله، وخيرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نصل إلى الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تحية كبيرة لكم، السلام عليكم.